اللي هو كولر وفريق النادي الاهلي. احنا هنا بنقيم يا كابتن بشكل نسبيا خاطئ، مش احنا الاعلام ده بيقيم بشكل خاطئ. قبل ما تيجي تقيم هو ليه المستوى، عشان بس الامور تبقى واضحه، مش مراضي، مش 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 عاجب جماهير النادي الاهلي، قول الظروف. انت بديت معسكر، الكاف لم يكن رحيم بيك في انك يديك فرصه انك تستعد بشكل جيد للموسم. بديت المعسكر بتاعك يوم 26 اغسطس تجمع، راح محدد لك مباشره، مع ان المفروض كان في الاول الموضوع متاجل لحد نص 10، صحيح، راح حاطط لك 15/9 السوبر الافريقي، فانت ما استعدتش بشكل جيد، بجانب ان حط لك الميعاد بعد 48 ساعه من الاجنده الدوليه، فكانت معظم لعبتك واحد زي بيرسي تاو جالك ليله الماتش، فلم يكن رحيما بيك الكف، خسرت اول بطوله السوبر الافريقي. وقبل الناس ما بتتكلم بتقول ان احنا بندافع ولا مش بندافع، الاهلي لعب حتى الان 12 مباراه في خمس بطولات يا كابتن، وركز في الجمله دي، 12 مباراه في خمس بطولات، الدوري الافريقي، دوري ابطال افريقيا، كاس مصر، الدوري، بطوله السوبر الافريقي، 12 مباراه في خمس بطولات. طب النادي الاهلي القوام الرئيسي بتاعه يا كابتن معظمه دوليين، اللعيبه الدوليه خدت ثلاث مباريات، تمام، 3 و12 والجون يبقى 13 و16 مباراه في كام يوم يا كابتن؟ ما الدوليين لازم تحسبهم. لا لا، وبتلعب مين؟ او بتلعب مستوى ليفل، ليفل عالي. 16 مباراه في 52 يوم، فاصل زمني قد ايه؟ 3 ايام، 3 ايام بينهم ايه؟ علي معلول راح اليابان، اليو ديانج راح البرتغال وراح مش عارف مين، بيرسي تاو راح جنوب افريقيا وراح مش عارف مين، انت رحت كام سفريه؟ السعوديه، المغرب، مش عارف فين، تنزانيا، جنوب افريقيا، كل ده النادي الاهلي بيروحوا. فتقييمك لازم يكون على هات لي فرقه في العالم يا كابتن، في العالم لعبت في خمس بطولات مختلفه في 45 يوم، او فرقه قطعت اميال الطيران دي. فخلي التقييم بتاعنا مش يعني خليه منطقي. الاهلي لعب 12 مباراه حتى الان، فاز في 7، تعادل في 3، خسر مباراتين. خسر من مين؟ من سان داونز هناك. وخسر من اتحاد العاصمه، والمباراه عكس يعني الفوز اتحاد العاصمه عكس سير المباراه تماما، غريبه يعني، هدف فرصه واحده رحت بيها. واحنا مش بنبرر الخطا، لكن لما تقيم تقول اللي احنا قلناه ده كله، فرقه بالدولين بتاعها لعبت 16 مباراه، عارف كده يقول لك ايه؟ انت بتوجد مبررات للفرقه علشان تتغلب. لا خالص، احنا قلنا الارقام. لا لا، في بعض اللي بيقول الاصوات كده. لا يعني انا لما حتى طلعت مثلا، انا اسف، طلعت قلت يا جماعه احنا مثلا في ماتش سان داونز، انت سان داونز هيبقى متفوق عليك ب 10 ساعات. فالناس قالت لي ليه؟ قلت لهم لانه احنا رحنا يعني من القاهره كيب تاون، ومن كيب تاون للقاهره، هو هيروح من كيب تاون للقاهره فقط. انت في فرقه او لابريتوري، فرقه 10 سنين 10 ساعات لصالح سان داونز. طب ال 10 ساعات دول انا قاعد رجلي عامله كده، وقاعد انا كلاعب ولاعب ماتش، مفيش فك عضلات اصلا، ومفيش فك عضلات، ورجعت الاثنين ثلاث والماتش الاربع. لا واكتر من كده بقى يا كابتن، بعد ده كله بيجي لك ضربه جزاء. لا وعامل شوط احسن شوط اتعمل الحقيقه الفتره اللي فاتت، ضربه جزاء بتضيع، كانت كفيله انها تخلص الموضوع المهمه بدري بدري. ليه هو الكاف مرتين يحرمك من لعبتك؟ انت علي معلول في ماتش سيمبا ما ملحقش يجي من اليابان، يعني ما هو الكاف اللي حرمك تحديد الموعد، ما انت حرمت برضه حتى الموعد بتاع الكاف. واحنا اللي بنقول كده يا كابتن ده معناها مبرر المستوى؟ ده احنا بنقول واقع. انا بقول لك كاعلام وكصحافه وكوسائل الاعلام، لما تقدم للجمهور قدم ان الفريق نتائجه الموضوع كامل، الموضوع كامل، قول له ان الفرقه دي بدولينها لعبت 16 17 مباراه في 52 يوم في خمس في ثلاث قارات او في قارتين، تمام، قول الوضع كامل وسيب الجمهور يقيم طبقا للماده الكامله اللي انت بتديها له. لكن ما تدروش تقول له الفرقه بتاعت النادي الاهلي لعبت 12 مباراه، فازت 7، خسرت، تعادلت 3 وخسرت 2 وخسرت بطولتين. لا، التقييم كده مش منطقي. صح، خلي ادي له الجرعه كامله. ولا احنا ما بنتكلمش، ما بندافعش عن، اكيد 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 مليون في الميه المستوى بشكل معين. لما تخسر بطوله النادي الاهلي ما تعودش، اكيد طبعا جمهور النادي زعلان. هو انا بقول لك ان احنا بندافع؟ لا، هو انت لو خسرت الدوري الافريقي حتى مع ليفل سان داونز، مع انت مع انديه النخبه في القاره، اكيد انت زعلان وانا زعلان.